بلدية بريزيش غتعطي لأي واحد 30,000 دولار باش يسكن فيها ويستقر فيها ويعيش فيها. 30,000 دولار لأي واحد باش يسكن في بلدية بريزيش الإيطالية المتواجدة في إقليم بوليا. السلام عليكم ملوك الحدود، أتمنى تكونوا بخير، أتمنى تكونوا في صحة جيدة كالعادة. فيديو جديد كالعادة، بلان جديد. بلان ديال اليوم بلدية بريزيش إيطاليا المتواجدة في إقليم بوليا الإيطالي. بلدية بريزيت اللي كتشجع الهجرة إليها وكتشجع الناس يمشيو ليها بتحفيزات مادية، والتحفيزات المادية 30,000 دولار لأي واحد باغي يمشي يسكن فيها، وأي واحد باغي يدير بروجي فيها، وأي واحد باغي يسكن فيها ويشري منزل فيها من المنازل المعروضة للبيع، المنازل القديمة المهجورة المتواجدة في بلدية بريزيت الإيطالية. موضوع ديالنا اليوم، تبعوا لا فيديو حتى الآخر باش تفهموا البلان. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتابونا في القناه وفعلوا الجرس باش تدعموا المحتوى وتشجعونا باش نبقاو نوصلوا لخوتنا ديما الجديد. وتحيه لملوك الحدود، خليكم مع الفيديو. المهم اخوتي الزوينين، نبداو لا فيديو ديال اليوم. لا فيديو ديال اليوم باش نوريكم على بلديه بريزيتش، بلديه بريزيتش الايطاليه، بلديه بريزيتش المتواجده في اقليم بوليا الايطالي. ولكن الخوت قبل ما ندوريكم على بلدية بريزيتش وعلاش دايره التحفيزات المادية و 30,000 دولار لأي واحد يبغي يمشي لها وأي واحد تشجعو باش يدير بروجي فيها، قبل ما نكمل لكم غنضيف واحد المعلومة. خويا قبل ما تحط شي تعليق، قبل ما دير انتقاد ديالك، انتقاد البناء زوين نحترمك عليه، ولكن من تفرج في الفيديو كامل وتأكد من صحة الخبر بنفسك عاد تجي تدير التعليق ديالك، نحترمك عليه ونحييك. انتقاد البناء ديما زوين، ولكن باش تقرا العنوان وتكتب في الكومونتير نقول لك راك مريض نفسي. نتوما كيكون هذا النوع مريض نفسانيا، الهدف ديالو والهدف ديالو من هادشي كامل كيبقى طالع نازل في فيسبوك وينتقد في عباد الله ويكتب في الكومونتيرات في عباد هادو مريض نفسانيا. ما عندي ما نقول لهم، الله يشافيهم، هادشي اللي غادي نقول لهم. ولكن اخوتي الزوينين، انا ما كنجيب لكم الخبر، انا ما كنمشي نبحث ونقلب ونجيب لكم خبر حبا، ما كنربح والو، حبا الناس اخوتي وحبا في داك الشيء. حنا كنحبوا هاد الماده. انا شوف هذيك كتسمى عندي هاد الماده ديال الجغرافيا والتاريخ، انا كنبغيها وكنموت عليها وكنحبها حبا هاد الماده. كنت متفوق فيها من صغري، كنت كنجيب جوج في الفرنسي، واحد ولا ثلاثه في المات، و19 و18 في الفرنسي في الجغرافيا والتاريخ، 19 و18 ديما في الجغرافيا والتاريخ. متفوق في هاد الماده، كنبغيها وكنحبها. كل واحد عنده تفوق في شي حاجه، كنا اي واحد عنده تفوق في شي حاجه. انا حاس براسي عندي تفوق في هذه الماده. وتحياتي لكم، تبعوا لا فيديو باش تفهموا البلان كامل ديال بلديه بريزيتش الايطاليه. بلديه بريزيتش المتواجده في اقليم بوليا، اقليم بوليا يقع في جنوب شرق ايطاليا، يقع في جنوب شرق ايطاليا. عاصمه هذا الاقليم هو مدينه باري. عدد سكان هذا الاقليم 4 مليون نسمه. عدد سكان البلده هو 9000، يعني تعداد السكان ديالها قليل وضئيل، ضئيل جدا تعداد السكان ديال هذه البلده. داكشي علاش ناض احد المسؤولين في البلده، ناض احد المسؤولين في البلده في المجلس المحلي للبلده، ناض بواحد الخبر وعبر على السياء ديالو لهجره الناس من البلده. يعني الناس كتخرج من البلده، كتهاجر البلده بدون اي سبب. والبلده جميله وجميله جدا، البناء ديال المنازل ديالها جميله وجميله جدا. معروفه البلده بانتاج الزيت الزيتون الممتاز، معروفه بزراعه الاشجار الزيتون، ومعروفه بزراعه الخضر والفواكه. بلديه بريزيتش معروفه بالفلاحه ومعروفه بزراعه الفواكه والخضار. كتشجع الناس، اي واحد باغي يمشي يستقر فيها، واي واحد باغي يسكن في بلديه بريزيتش، باغي يعيش في بلديه بريزيتش، كيعطيوه مبلغ ديال 30,000 دولار تقدر تشري منها منزل من المنازل المعروضة للبيع. عندهم منازل معروضة للبيع، منازل قديمة بنيت قبل 1991، منازل بنيت قبل 1991. كاينين منازل اللي باقيين صالحين للسكن ومهاجرين ومن الناس ديالهم. داكشي علاش ناض المجلس المحلي للبلدة باش ينوض ويخرج بواحد الخبر اللي هو رسمي بانه يشجع الناس ويشجع الهجره لهذه المدينه، وخرجوا بهذا المخطط. غتلقاو الرابط ديال الموقع الرسمي سي ان ان لتاكيد الخبر، دخلوا تاكدوا بانفس ديالكم، غتلقاو الرابط كتي في الصفحه ديال فيسبوك، غتدخل الكومونتير غتلقاه، كتي في اليوتيوب عندي غتدخل تدخل صندوق الوصف غتلقاه، دخل الرابط وتاكد بنفسك، وغتلقاو الرابط ديال ملء الاستماره للهجره. تا هو غتلقاوه ديال ملء الاستماره للهجره، غتلقاوه تا هو في الكتي في الصفحه، غتلقاه في الكومونتير وكتي في اليوتيوب، غتلقاه في صندوق الوصف. خوتي كنجيب لكم شي حاجه اللي مأكد من الخبر ديالها ومأكد من الصحه ديال الخبر ديالها. بلديه بريزيتش
كتعطيك 30 ألف دولار لأي واحد يسكن فيها. هما الهدف ديالهم كيف ما كيساعدوك وكيف ما انت عندك مصالح معاهم، حتى هما عندهم مصالح معاهم، هو التعمار وتشجيع السياحة فيها، باغيين يشجعوا السياحة فيها وينعشوا الاقتصاد في ديك البلدة، لأن هذيك البلدة تهاجروها الناس بزاف، ما بقاوش فيها الناس بزاف. وناظرك المسؤول اللي في المجلس المحلي للبلدة عبر على السياء ديالو وخرجوا بهذا المخطط باش يشجعوا، والتشجيع هو التحفيزات المادية لأي واحد، والتحفيزات حتى في الناس اللي باغا دير بروجيات كبار، بحال بغيتي دير قهوة، شي حاجة تخدم لك في ديك البلدة، تمشي تهندس البلدة مزيان، تشوف شنو خاصة شنو خاصة، ودير بروجي ديالك، يساعدوك دير بروجي ديالك ويعاونوك دير بروجي ديالك بدون ضرائب. بدون ضرائب هما يساعدوك، هما يعاونوك، حيت هما الهدف ديالهم هما يردوا الحيوية لهذه البلدة، هما ينعشوا الاقتصاد ديالها، هما ينعشوا السياحة ديالها. بلدية جميلة، شوف الصور ديالها، ادخل الفيديوهات ديالها جميلة جدا، البنازي ديالها جميلة، الموقع ديالها جميلة، المناخ ديالها جميل جدا، جميلة جدا. المهم اخوتي، تاكدوا بالانفس ديالكم، سيروا تاكدوا من صحة الخبر بالانفس ديالكم، تاكدوا بان هذه البلدية بريزيتش كتشجع السياح، تشجع الناس، اي مهاجر كتشجعه بتحفيزات ماديه باش يمشي ويستقر في ديك البلده ويعيش في ديك البلده، وتقدر تشري المنازل المعروضه للبيع في البلده. المنازل المعروضه في البيع تقدر تشريها بالمبالغ اللي عطاوك ديال 30 الف دولار لاي واحد باغي يسكن فيها. وتاكدوا من الخبر، الناس اللي في ايطاليا صحاب ديك ريتو فلوسي، الناس اللي في ايطاليا بلديه بريزيتش راح داكم، سيروا تاكدوا بالخبر بالانفس ديالكم، وعطونا الاراء ديالكم في الكومنتات. الناس اللي ناوي يطلع لايطاليا، الناس اللي في تركيا، والناس اللي يلا ناوي يطلع، انا جبت لكم هذا البلان ديال بلديه بريزيتش اللي بان لي فيها البلان، مرحبا، يمشي مقابل ديال 30 ألف دولار اي واحد يعمر ديك البلده ويسكن في ديك البلده ويعيش في ديك البلده. بلديه بريزيتش الايطاليا عرفتكم عليها، قلت لكم فين تواجدت، عطيتكم المواقع الرسميه ديالها، دخلوا تاكدوا بالانفس ديالكم. تحياتي لملوك الحدود، وعطونا الاراء ديالكم، وعطونا الكومنتات، وخليو لنا شي كومنتير زوين لتحت، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لاي واحد كتعرفوه باغي يهاجر ايطاليا وكاين في ايطاليا، بارطاجيو معاه هذا الفيديو باش يوصلو، باش يشوف الا كان خدام ليك، باش توضح ليه الصوره، كانت بان ليه البلان زوين في بلديه بريزيتش مقابل 30 الف دولار لاي واحد يمشي يسكن فيها ويعيش فيها ويدير التعمار فيها. مرحبا، تحيه لملوك الحدود، عطونا الاراء ديالكم، عطونا الكومنتات، تحياتي.